تظاهرة رياضية كبرى شهدتها مدينة سيدي بلعباس، شارك فيها قرابة 3000 تجمعوا من معظم ولايات البلاد. مختلف الفئات العمرية كانت حاضرة في الحدث الرياضي، وجرت المسابقة بينهم في مسافات متباينة بدءا من 10 كيلومترات وإلى أكثر من 40 كيلومترا. الحمد لله تحصلت على المرتبة الأولى في سباق 10,000 متر بكل جدارة واستحقاق. نشكر مدينة بلعباس على حسن التنظيم، على حسن الترحاب. تحصلت على المركز الثاني الحمد لله. سباق كان لبس به، كان في عدة إلى الزملاء توعي من المنتخب العسكري. تحصلت على المركز الثاني. سباق كنت حضرت له سباق، هذا كان فيه تحضيرات. الماراثون الرياضي الذي أقيم على ضفاف بحيرة سيدي بن علي نظمته جهات حكومية بحضور شخصيات رياضية وثقافية من الجزائر ودول إفريقية أخرى. يتميز يعني هذا الماراثون بمشاركة أولا كثير من الأسماء ومن المثقفين، لكن أيضا من الأسماء يعني الرياضيين مثل الأسطورة نور الدين مرسلي. الشيء الثاني أو الخصوصية الثانية أنه هو برغم وجود محترفين في هذا الماراثون، إلا أنه هو متوجه إلى المواطن، إلى الهواة، ومن هنا نفهم هذا الاحتضان الكبير للمواطن البسيط للماراثون. وعلى هامش هذا الماراثون الرياضي شهدت المدينة فعالية ثقافية وترفيهية، منها رقصة العلاوي التي تمثل جزءا من ثقافة وهوية مدينة سيدي بلعباس. الأول هدف هو نشر ثقافة الرياضة، والمقولة الرياضة فن وأخلاق. كما شهد المهرجان الرياضي فعاليات متعددة أخرى، منها عروض للفروسية ومعارض للصناعات التقليدية تظهر الموروث المحلي لسيدي بلعباس.